يا كرام؟ ايه ده؟ ايه اللي وطلعت قد كلمتي؟ عايز الصراحة لما كلمتيني بعد مكالمة رمان الأولانية أنا اتخضيت وقلت الليلة دي شكلها فيها عوأ وقلت روحي بلاش تروح. وإيه اللي خلاك تروح؟ مكالمة رمان التانية. مش فاهم. أصل أنت لما كلمتيني قلت لي خد بالك في كمين منصوب لك من براءة ورمانة. دورتها في دماغي كده. قلت لا لو في كمين يبقى منصوب منك أنت وبراءة. قد كده بتثق في رمانة؟ والله الايام دي الواحد ما ثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا، اديني قدمت السبت، وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك انا خرجت براءه من الحكايه دي عشان عارف انه مش هو المطلوب. عارف وقريب قوي هيوصلك مني رد ورد على عربونك. ماشي، وانا خدت براءه على حجري زي ما اتفقنا ومستنيه بقيه الكلام. حلو، استمري بقى في السكه دي وانا هقول لك بعدين تعمل ايه. ماشي يا فندينا. ولع يالا. وانا مستنياك. ماشي، مع السلامة. لسه برضه عنده ومش عايزه تيجي معايا؟ مش رايحه يا ابو سنه. انا مش فاهم بس انت قلبه ليه على الجوازه دي؟ دي مش جوازة يا أخويا، دي اسمها جنازة. الله، في إيه يا شو؟ في إن خميس بالجوازة دي ركب ودلدل رجليه على الكل، وأول واحد هياخد كتف هو حضرتك، وأنت فرحان لي وبتتأنتك وعايز تروح تزفه؟ أنت باين عليك سكيرتي. ماشي، خليك أنت في النكد اللي أنت فيه ده. هخليني يا أخويا. هو انا حاجة اعز من اللي مرميه جنبي دي ومحدش عبرها بكلمه؟ كرامه، هو في غيرها؟ دي البت قلبها مكسور، دمها سائل، هانت عليها روحها، وابن اختك ولا هو هنا عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس، تقولش كلبه واترمت. خلاص خلاص يا شوق، ما عادش يجي منه. على رايك، ولا هي أول اللي ترموا ولا آخر اللي حيترموا. خليك أنت بس في اللي أنت فيه، ظبط دماغك. أنا أروح الفرح أعمل دماغ عالية أوي وحجيلك. ها؟ هاتها جمايل يا رب. Thank you.
كده يا بنتي؟ كنت هتروحي فطيس، مش حرام عليكي روحك؟ وإيه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع متداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربيه؟ عامله ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفه. طب اطلعي انت، انا هقعد معاها. ماشي. هانت عليكي روحك يا هبله، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد أي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. أنا هساعدك، بس أنت لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا، وأنا وحياد ده ولا يبقى على ذكر، لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, I had to run from you. I'm in love with you. مبروك يا فندينا، ربنا يتم بخير. هيتم ان شاء الله. اشتهى لنا فندينا براء. مبروك يا عروسه. ميرسي. قال لك يا فندينا. ليك سامع بعافيه ولا ايه؟ على عزك يا فندينا. عادي. مبروك يا باشا. ما يفوتكش واجب يا معلم. معقول؟ ده فرح زينة البنات وسيد الرجالة. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا براء. ذوقك حلو يا معلم. اه. انا كده هغير رأيي فيك. اتفضل اتفضل. شكرا. نوح مش ناوي يجيبها لبره يا حاجه؟ اطمن يا ابو سنه، اعلى ما في خيله يركبه. الخميس خلاص ركب الكل ودلد رجليه. معاك حق. اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشه قضيتنا المهمه جدا، الترامادول في مصر. اباء وامهات وشباب وناس جربوا وناس اقلعوا عن الترامادول، وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبه. هي ابتلاء كبير او كارثه كبيره. اعرف ازاي ان ابني او بنتي او فرد في الاسره وقع فريسه لادمان الترامادول؟ السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع
واحتوائه والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط، إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات، ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الوعي، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع، وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول، وباء العصر. ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي، فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوق، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، ضويا أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي. براء النوح السكرتي، مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيه. الحق معلم ابو سنة، الحكومة كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اخفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم. ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. هيا يا هيا هيا يا 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 صبية يا مرحبا بك تلاي تلاي. هيا يا هيا يا 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 بنية شل الصانية تلاي تلاي. فتشوا البيت. هو فيه ايه يا حاجة؟ الحكومة عندنا بتعمل ايه؟ البيوت لها حرمة يا حضرة الضابط. انا معايا امر بالتفتيش يا معلمة. وماله؟ بس بالاصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامة. انا هبعت له رسالة بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حضرة الضابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بمصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. بحياتك انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى ما تاخد واجبك، دعنا حتى دبحين النهاردة. أصلي يا أبو سنة. تلميذك يا معلمة. ما تدق يا ولية أنت وهي. هيا يا هيا.
طب وعليا النعمه لو هو بناحيه عتبه البيت ده لكون قتله يا حاج. بطل بقى غاغه فرغه، ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي، انت اللي خليتنا تقاطي واتلجم ولساني يتكتب في حلقي قدام الخلق، وكل ده من ايه؟ من تحت راس عمايلك السودا. وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج؟ ما انت سايبه مبرطع في الدنيا من ساعه ما خرج من السجن ومتريه وعامل مش شايفه، وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه، ونسيت ابنك وطار ابنك. انا يا اجمل رحت شميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكوره وسلمتني ليه يا ابو العريف. هقتلها يا حاج، هقتلها وهقتلها تاني يا براء، تاني تاني وتالت ومليون يا حاج. انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت. وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجه ولسه كمان جاي ياخد البيت. ايه ده؟ من امتى يا مطرة بتتجسسي عليا انا وابني؟ من ساعة ما عصبكوا باظت يا معلم وصوتكوا عالي قوي والدنيا كلها سمعت ومش انا بس. قوليله قوليله يا مطرة، قوليله فوقيه خليه يفتكر اللي نسيه. محدش نسي يا براء عشان يفتكر، خصوصا المعلم. يمكن الدنيا كلها لهيته شوية بس انا متأكدة انه منسيش. انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه؟ انا اللي سلمتك للحكومة عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت عينك مكسورة مش قادر تشوف حد. انت اللي سلمت البيت يا براء زي البيت رمانة ما سلمتك للخميس. وحياة امها لكون مقطع من جسمها حتة تقول من كلاب السجن. ما تسيبش راس القفعة وتقفش في ديلها كده كده انت ميت ميت. غرضك ايه يا مطر؟ كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينا يا معلم. وحياتك عندي يا غالية لو ده حصل لكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره. أنا مش خارج من البيت ده غير على انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها؟ يبقى لازم اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها. ده انا منقيها من وسط الف جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك ايه بقى، احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم، ده حتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري. ما احنا هنلف هنلف، انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح، انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. ده احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه، الزحمة هتبقى شديدة قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمة. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي. اجيب لكم منين؟ اجيب لكم منين؟ ايه بتاكلوا في قتة محلولة وما انتوش دارين؟ انت ايه هتتبطل على نعمة ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات هات هات، انا عايزك على بنك. هات ايه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهة للعيال النهاردة؟ النهاردة كيلو فاكهة، وامبارح كيلو بسبوسة، ايه؟ ما اللي جاي على قد اللي رايح. رايح على الهباب اللي انت بتبلبعه، على كل شوية برشمش أشكال وأنواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك أسود، أنت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما أنا ببلبع البرشام عشان ما أشوفش خلقتك، أوعى. يا مغاوري حرام عليك. يا اخويا انا عايزاك تفوق، حرام عليك يا مغاوري. حرمة عليك عشتك. بقول لك ايه، تدفعي وتاخدي عيالك وتغوري في 60 داهية عشان انا لا طايقك ولا طايق عيالك. يا كرامة مالك يا بنت اليومين دول؟ نجمك بقى خفيف قوي.
دي عين وصابتها يا حاجة والله. طب قربيني منها أقرأ لها آيتين يحصنوها. ما تخافيش دي الحاجة إيدها كلها بركة. روح اعملي لها كوباية تليو. حاضر. قربي مني قربي مني علشان أحصنك. تعالي تعالي لما رقيك. لا إله إلا الله مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. بتبصلي كده ليه؟ خايفة مني؟ حد يخاف من ست عجزة من صابة في دراعها ومحبوسة في كرسي بعجل؟ تعال تعال اما رقيكي من وسوسة إبليس ومن التهيؤات اللي عندك. ربنا يكفينا شر المستخبي. It's a great blend. الخلطة هايلة. بس الأصل من عندكم. It's original belongs to you. We have asked to see this blend to know its effect on the quality of goods given to you. And obviously it's a positive one. احنا طلبنا نشوف الخلطة دي عشان نعرف مدى تأثيرها على نوعية البضاعة اللي بنديها لكم. واضح ان التأثير ايجابي. صنع عناية ولسه في تطوير. I made it with my own hand. It still needs some improvement and I will be improvement more. لسه طورها تاني. And I will be improvement more. And how are you going to improve it افندينا؟ وناوي تطورها ازاي افندينا؟ ده كاميرا حضارات اللي موجودة كلها في السوق. إما هندي إما صيني. الألماني ابن بلده شاحح مع إن عليه طلب وطوابير ياما. وعلشان بقى الأصل الألماني ده يجيب لي ثمنه لازم الخلطة دي هي الحل. لازم أخلطه كده وهنعمل منها البرشام كمان. The chemicals available in the market are either Chinese or Hindi. Original German chemicals are dimensioned while the diamond is diamond high. What do you need أفندينا؟ طلباتك أفندينا؟ بضاعة بيور نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا. Pure goods to make the blend and the share will be justly divided between us. المكسب يتقسم بحق ربنا. Fairly divided. But on one condition, you should open new and various markets. More you reach to new markets, more you will earn profits. بس بشرط تفتح أسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة. على قد ما توسع على قد ما يكون نصيبك. اطمنوا البضاعة اللي زي دي مش محتاجة ولا تتسوق ولا نفتح لها اسواق. هي هتسلك نفسها بنفسها وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه. الناس مش طايقة نفسها مش عايزين يفوقوا عشان ما يشوفوش اللي بيحصل حواليهم. احنا بقى هنقدم لهم الخدمة الإنسانية دي. Don't worry, this type doesn't need any publicity. It's widely spread everywhere. People are started with drugs. They don't want to wake up and see the world around, so we will make the service to make them live in another world. And the people will be very high. Very! Afandina, opening new markets is very important. فتح الأسواق مهمة برضو أفندينا. أنا ابتديت فعلاً وفتحت أبواب رزق الناس كتير. ادوني أنتوا بس البضاعة وسيبولي أنا المزاج. Very mazak. I have already started and proved many with the chances to learn living. You just give me the goods and I will make the pleasure. Cheers to Afandina and to the magical blend. يتوب علينا ربنا. Cheers. Cheers to Afandina and the magical blend. المطرة دي مهرة وعايزة خيال صحيح. لما لسانك يا شفاع الحيطان ليها وداه. معلش شفنا فوق لما فك صليبه بنت الايه يا جدع. انت دي مرات المعلم. ما انتش حمل قلم لا من المعلم الكبير ولا من الصغير. لا كبير ولا صغير. لا عايز اهوت فاكك ومطقطق تكون جايب اولها من اخرها. وبعدها لك يا شفاع انت السيجاره دي لطشتك ولا ايه؟ دي هي اللي طولتش بلد مره ايه على السكين يا جدع. انت دي مرات المعلم. سلامات يا معلم. ده عيل كواركو ما يسدش. ده متجوزها تخليص حق. يجي فين هو في المعلم الغريب؟ الله يرحمه.
وانت بقى الباب اللي هيسد. لما معاك مفتاح تخش. معاك مفتاحها؟ بجمع اليومين دول. انت مش فاكر لما شفناها في الحارة زنهارت واتكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول؟ عادي يعني، ما كانش فيه اي حوار. انت بقى مش شايف، انا مش شايف ولسه هشوف يا ابو مخي بونيتيل. ماشي يا عم الشواف. ولع يا خير يا رزق. في ايه؟ الواد شفاعه مدبقك ولابدلك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده. هو الواد عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك، اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ خلطه جديده عاملها يا فندينا، هرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع ابو سنه. السفريه دي عشان يجيب الاصل ويضربه هو هنا. استاهل بقى اللي في الشنطه دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنيه للاجيال الجايه ان نعرف الطبخه دي بتتعمل فين وازاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني، محتاج رؤى وروقان. احلى عيشه واحلى رؤى واحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب يا معلم انت هتسيب له البيت مش كده؟ لا مؤاخذه يا معلم، انا بسالك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شويه، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعه. فكرتني، ده انا محتاج يومين دول كل قرش. لا لا، ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. امال ايه؟ لا احنا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى كنا عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بتمنه. وانا تحت امرك، واعرف ازاي اقدر الرجاله. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم، اجمل حاجه في المتر بدران انه مش مالي. ما تعدهم يا بدران. لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يابا، وحشتيني. معلش اتاخرت عليك شويه عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحله جت بفايده؟ كله بفضل دعواتك يا حاج يا عسل. الحمد لله على السلامة يا فندينا. الخال الخال، جبت لك اللعلب الذهبية. وحشتي وحشني وكمان وحشني. تعال سلم يا شوق. الحمد لله على السلامة. يو ما تحب على ايد فندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. إلا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده، وأي حاجة. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده. ياه، ورفضوا تراب الكسره.
على هدومكم قبل ما ننقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت ابو جمعه. زمن بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة دم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك. وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. هي مالها عمالة تقفل كده زي الدومنة؟ الكار ده يا علي ماهوش خميس ونوح وخلاص، الكار ده مافيا، مافيا كبيرة قوي، ليها ألف دراع ودراع، مدة في كل حتة، وطايلة بيه كل شبر في البلد، ولعبة السلم والتعبان اللي بين خميس ونوح دي وراها ناس كبار، كبار قوي يا علي، عشان ينقلوا ده من بيته لبيت ده، وده لبيته القديم.
واحنا قاعدين في مكاتبنا هنا مش دريانين باي حاجه. يا فندم يا فندم، احنا نجحنا في القبض على اوكار كتير. النيابه خرجت كام وافرجت عن كام؟ ما ترد يا علي. يا علي احنا كرجال امن دارسين وعارفين يعني ايه امن. مهم جدا يبقى عند المواطن العادي عندهم حس امني عشان يساعدونا ونعرف نساعدهم. احنا مش انبياء يا علي، مش انبياء. تعرف يا علي انا ليه حاسس بالفشل؟ عشان اكتشفت ان نص اللي قبضنا عليهم العيال الضريبه، الضحايا والغلابه، التجار الكبار طايحين في البلد، محدش مهتم بيهم، سايبينهم. حتى التجار اللي وصلنا لهم يا علي طلعوا في الاخر تجار سريحه وبير سلم. ادخل. لا مؤاخذه معالي الباشا. خير يا سيدي؟ في واحده يا فندم عايزه تقابل سيادتك بره. ما قلتلكش اسمها ايه الواحده دي؟ مش عايزه تتكلم يا فندم لما تخش لسيادتك. خليها تدخل. تحت امرك يا باشا. يا باشا انا اول مره اشوف معاليك بالعصبيه دي. تعبت يا علي، تعبت خلاص ونفسي اتقطع. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك مش فاكرني؟ انا مرات مغاوري. مرات مغاوري يا باشا. اهلا وسهلا. كنت عايزه حضرتك في كلمتين كده. طيب سيبنا لوحدنا دلوقتي يا علي. علي سيبنا لوحدنا دلوقتي. تحت امرك يا فندم. وابقى ابعت حاجه ساعه مع العسكري اللي على الباب. ملهوش لزوم يا باشا، ملهوش لزوم. انا اقعدي اقعدي. انا جايه اقول لحضرتك كلمتين وهمشي على طول. هو مش مغاوري في اجازه دلوقتي؟ مغاوري بايديا يا باشا وهيضيعنا معاه. الاحمر. هي كمان يا باشا يعني سعادتك فاهم يعني يا باشا ما عندهاش دم. تصدق يا باشا كل شويه طلبات طلبات طلبات. وبعدين يعني يا باشا حضرتك عارف البير وغطاه يعني يا باشا اكيد. الحكايه مش حكايه فلوس يا مغاوري. ازيك انت ومراتك ممكن تقضوها بالموجود. وممكن كمان تناموا نص بطن وتبوسوا ايديكوا وش وظهر وتحمدوا ربنا. وما تشيلوش هم بكره. وترموا كل حمولكم على اللي خلقكم. لا. اللي انا متاكد منه يا مغاوري ان في حاجه انت مخبيها عليا، صح؟ يا الولادي قالت لك ايه يا باشا بالظبط؟ ايه وليا دي؟ اسمها مراتك يا بني ادم، مراتك. اولا مراتك ما قالتليش حاجه. مراتك عارفه انك عاملني كبيرك، عشان كده كلمتني اجي اشوفك. اثبت لي بقى ان انا كبيرك بجد، فضفض لي. افتح لي قلبك. يا باشا فضفض واقول ايه بس؟ انت لسه بتضرب المدعوق ده؟ المشكله يا باشا ان ايه؟ سعره غلي ولا شاحح في السوق؟ يا ريت على كده وبس يا باشا. امال ايه؟ اقول ايه بس يا باشا؟ اولا سيبك من حكايه باشا دي بقى. مغاوري انا بعاملك على انك اخويا. خد سيجاره. العفو يا باشا. امسك. تسلم ايدك يا باشا. ثانيا ما تخافش. مراتك خدت العيال وراحت عند اختها. بيني وبينك كده احسن عشان اعرف اخد ودي معاك في الكلام. افتح لي قلبك بقى يا مغاوري. قول لي على كل حاجه. ممكن اساعدك. عدت الحيله يا باشا. وعرف الشغل لا مؤاخذه يعني يا باشا. أسمة الوسط طول النهار هي اللي رمتني على الهباب ده. عشان يعني الواحد يعني يهدي المزاج يعني لا مؤاخذه يعني يعمل الواجب يعني. بس حضرتك فاهم يعني يا باشا. واجب ايه يا؟ انت بتعمل واجب براني؟ يا باشا انا بعمل جواني عشان اعمل براني. ما عادش بيجيب معاك نتيجه ها؟ الاول يا باشا كنت باخد ربع الحبايه ببقى حديد. دلوقتي باخد حبايه اتنين تلاته مفيش فايده. ميح الولية لما بتبص لي بحس انها بتحتقرني. بتجنن او مقايم طايح فيها هي والعيال. حبايه واتنين وتلاته وميح. ميح يا باشا.
عشان تعرفوا آخرة اللي انتوا تضربوه ده ايه. جاتكوا 60 نيلة. عال عال عال، التحاليل هايلة وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود، بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهقيش نفسك. والله يا دكتور ريقي نشف معاها، لا راضيه تاكل ولا راضيه تشرب. لا 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 لا، جديدا لازم تاخدي بالك كويس قوي من قصه الاكل دي. ان ما كانش عشانك يبقى عشان خاطر البيبي اللي جاي. عشان مين؟ البيبي اللي جاي. مبروك، انت حامل في 4 اسابيع. حامل؟